يعني أول شيء أنا بدي أشكر راديو بلدنا على المبادرة، ليست المرة الأولى التي يتابع فيها ويقوم بتحقيقات استقصائية ويعني يبحث عن مثل هذه القضايا الاجتماعية وهي مهمة. صحيح هذا الموضوع الآن مطروح على الطاولة، وتم تشكيل اليوم قرار بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه المسألة. إحنا يعني حضر طرفي الخلاف وتم التوافق معهم على إعادة السيدة إلى بيت والدها بشكل مؤقت، وعلى اللجنة المشكلة وهي لجنة متفق عليها ولجنة خاصة قانونية ولجنة مهنية من أجل البت في الادعاءات وفي كل الحديث حول هذه المسألة، بانتظار أن تصدر اللجنة قرارها النهائي. هذه السيدة ستبقى في بيتها، سيؤمن لها الحد الأدنى من المعيشة إلى أن يكون هناك قرار آخر. في حال صدور قرار أكيد هذا القرار سيأخذ بعين الاعتبار وسيعالج هذه القضية من جذورها.